السلام عليكم، مرحبا بكم في بليزير كويزين. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى ان شاء الله يلقاكم في صحة جيدة. بالنسبة للفيديو اللي سبق كنا وجدنا واحد لو بواسون او المشروب اللي سخيخن ديال هذا الجو، مناسب وصحي في نفس الوقت، يعني فيه شوكولا نوار او الشوكولاتة السوداء والدقيق ديال الخرطال كما كنعرفوا الفوائد ديالو. اما بالنسبه للوصفه ديال اليوم ان شاء الله فغادي تكون عباره عن بيتزا سريعه جدا جدا جدا، فيها البات اللي سهله، يعني ما كتاخذش الوقت وما تحتاجش لك خليها ترتاح ولا حتى شي حاجه. العجينه اللي دغيا كتوجد والعماره ممكن اكيد تعمروها باش ما بغيتو. فانا اول حاجه اختاريت انني نعمرها بصيله وفلفله خضراء وفلفله حمراء. وبالنسبه للتوابل غادي ندير غير شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح فقط. اول حاجه غادي ناخذ مقيله، فانا درت فيها الزيت ديال الطون اللي غادي نستعمل في البيتزا باش كيعطي داك البنه زوينه. كما كتعرفوا داك الطون البنه ديال الطون كتطلق في ديك الزويته كتعطي واحد البنه اللي كتجي زوينه. صافي غادي نزيد بصيله وغادي ندير فلفله الحمراء والفلفله الخضراء في نفس الوقت. صافي دابا غادي نزيد فليفله صافي وغادي نخليها كتشحر على خاطرها بشويه عليها. ممكن ديروهم خضرين حتى خضرين كيجيو زوينين. انا دابا فضلت انني نشحرهم هكا بزويته، و حتى خضرين هكا تقطعهم غير رقيقين وديروهم فوق بيتزا هكا وتدخل الفران. الا كانت تدخل الفران ديروهم خضرين الا كتعجبكم داك تعضوا شي حاجه اللي شاده راسها شويه هكا كروكانت. صافي غادي نزيد مليحه والابزار كما قلت لكم وغادي نخليها تشحر على خاطرها. في هاد الاثناء اللي كانت البصله والفلفله كيتشحروا انا درت صوص ديال مطيشه اللي كنحضرها دائما. كناخذ مركز الطماطم كنخففو شويه بالماء وكنديروا زويته شويه زعتر شويه ديال المليحه شويه ديال الابزار. و الا بغيتوا تزيدوا بودغ ديال الثومه، بودغ ماشي الثومه محكوكه، هنايا تزيدوا غير بودغ وصافي وكتخليوها كتشحر حتى كتبدا تبقبق، يعني كنعرفوا ان الماء مزيان. صافي كنحيدوها من فوق البوطون وتنخدموا بها. صافي كما هنا شفتوا معايا الحشوه تقريبا وجدات. دابا غادي ندوزو نوجدوا العجينه اللي خفيفه. فانا هنا استعملت جوج كيسان ديال الفرس الحرش، ممكن ديروا فرس رطب او فرس الحرش على حسب الرغبه. عندي جوج كيسان ديال الماء دافي، عندي شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار وثلاثة ديال المعالق ديال الحليب بودرة. عندي جوج معالق كبار ديال الخميرة الكيماوية ومعلقة كبيرة وحدة ديال الخميرة ديال الخبز. عندي شوية ديال الزعتر مغسول ومحكوك مفرتت. عندي هنايا تقريبا نص كاس ديال العنبة أو نص قل شوية ديال العنبة زيت الزيتون. غادي نحاولو نخلطو النواشف الأولى، الدقيق غنزيدو له المليحه الابزار والحليب بودر، غادي نزيدو الخميرات الكيماويه والخميره العاديه. وغادي نزيدو لهم حتى الزعتر ونخلطوهم هكا، من بعد عاد نزيدو الماء. دابا غادي نزيد الخميره الكيماويه والخميره العاديه وغادي نزيدو الزعتر.
صافي ملي نخلط مزيان بعد غادي نزيدو الزيت، زيت الزيتون وغادي نزيدو مباشره الماء، الماء يكون دافي شويه ماشي بارد وماشي سخون، وغادي نخلطوه مزيان. نخلطو غير الكاس الاول، بعد غادي نزيدو الكاس الثاني. ممكن تزيدو الماء على حسب الدقيق، على حسب الجوده ديال الدقيق وعلى حسب العبار اللي خديتو. فانا زدت الكاس الثاني وزدت تقريبا نص كاس واحد اخر باش تجيني سائله. دونك نتوما عينكم ميزانكم. دابا غادي نزيد نص اللي بقى ليا، يعني انا كنزيد شويه بشويه باش نتاكد باش ما نزربش عليها. صافي هنا كنبقى كنخلط مزيان باش ما يبقاوليش الحبيبات او التراكمات ديال الدقيق او شي حاجه. ما نتاكد بانني خلطت داكشي مزيان. صافي هنا نتوما تشوفوا كيما كيجا القوام ديالها، ماشي خفيفه بزاف وماشي ثقيله، تقريبا بحال العجينه ديال لي كريب، وفعلا يعني كتجي بحال لي كريب. صافي دابا غادي ناخذ مقله اللي ما تكونش كتلصق، كنأكد ان المقله تكون مزيانه وما تكونش كتلصق، يعني الا لصقات غادي تضيع. كما شفتوا غادي ندورو العجينه ديالنا على المقيله على حساب القياس اللي بغيتو والحجم اللي بغيتو. غادي نخليوها طيب على خاطرها والعافيه تكون مهيله بزاف 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 لاقصى حد باش ما تحرق ليناش. صافي هنا من بعد ما طابت ليا العجينه ديالي كما شفتوا غادي نزيد صوص طوماط اولا صلصه طماطم. وغادي نزيدو فليفله ومطيشه اللي فليفله عفوا وبصيله اللي شحرناهم. غادي نزيدو الطون، ممكن ديرو اي حاجه بغيتو، الطون ولا اللي بغيتو، كفته اي حاجه على حسب المتوفر. فانا دابا هنايا غادي نزيد غير الطون. وغادي نزيد عليه فروماج، شويه ديال الفروماج حمر محكوك، وغادي نحاولوا نغطيوها باش الفرماج يذوب لنا في نفس الوقت باش ما يشدناش الوقت اكثر وتحرق لينا لاباط من التحت. يعني من الاحسن انكم تغطيوها بشي حاجه باش الفرماج دغيا يذوب ليكم. فراه البيتزا كتجي سهله وزوينه دغيا كتوجد، يعني ما كتاخذش الوقت، الوقت اللي غادي توجد اللي كتصايب لك فيه البصيله واللي كتشحر فيه بصله وفلفله. انت راه كتصايب حاجه اخرى، يعني مثلا تصايبي هذا العجينه، يعني ما كتضيعيش الوقت، يعني في الوقت اللي كطيب حاجه راه حنا ملهيين في حاجه اخرى، يعني ما كتاخذلناش بزاف الوقت. كما شفتوا تقريبا ربع ساعه هي البيتزا ديالنا واجده وقاده طايبه وكل شيء. دونك الا جا شي الا جات شي حاجه هكا على غفله، شي جاكم جوع بالليل وبغيتي شي حاجه باش تقضيو باش ديبانيو، فراه كتجي زوينه بزاف، يعني هكا شي حاجه خفيفه ظريفه هذا.
صافي نفس الشيء بالنسبه للباقي ديال العجينه. فهاد الكميه ديال العجينه عطاتني تقريبا 4 ديال لي بات، 4 ديال العجينات ديال البيتزات ديال البيتزا. صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. غادي نقطعوها وكيكون هذا هو الشكل ديالها. كيفاش كتجي؟ كتجي زوينه خفيفه وما كتجيش ناشفه، بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش البيتزا تكون ناشفه. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي بنينه وسريعه التحضير. اهم حاجه هي انها دغيا كتوجد. فكما قلت لكم انا خدات مني تقريبا 15 دقيقه. ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساش ديروا لايك وتخليوا لي شي كومنتير زوين. وفي نفس ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو واحد اخر. الى اللقاء وشكرا بزاف.